من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا حمدا لك يا ربنا. مشاهدينا الكرام محبي قناة الأنيس الفضائية، أهلا بكم في هذا اليوم المفتوح بعيد الأضحى المبارك. نتقاسم معكم فرحة العيد وأجواء العيد، نحاول ننقل معكم الفرحة وهذه أجواء البهجة والسعادة والسرور. إن شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. عيد مبارك لكل الشعب الجزائري ولكل الأمة الإسلامية. إذا أعيادنا تبدأ بالتكبير ويحياها الكبير والصغير، فالله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. حتشاركني معكم في هذا اليوم السعيد المبارك الأستاذة الدكتورة رشيدة زبيري، وهي دكتورة طبيبة عامة مدربة في الإرشاد الأسري، ناشطة جمعوية وعضو في الجمعية الجزائرية للتغذية المغاربية، وهي جمعية لإحياء النمط الغذائي المغاربي الأصيل. نستقبلها وسنتناقش معا حول العادات الغذائية خاصة في عيد الأضحى المبارك. أهلا بك أستاذة وعيدك مبارك. أهلا وصفا، عيدكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله يا رب، أنتم بسعادة. كل عام والجزائر بخير، كل عام والعالم بخير وبسعادة وبهناء، كل عام ويرجع علينا بالفرح يا رب. آمين إن شاء الله. الفرح لكل البيوت، لكل الأهالي، لكل العوائل، وشكرا لكم لأنكم شاركتموني هذا اليوم وهذه الفرحة وهذه الأجواء المفتوحة للعوائلنا الجزائرية. العفو، شكرا لك سيدة اللي خليتي أنت البيت ديالك وجيتي تقاسمي معنا ومع المشاهدين الكرام فرحة العيد. نحاول أننا نقول لهم هذه الفرحة والبهجة خاصة في ظل أجواء اللي نحيو بها العيد هذا العام. أكيد عيد الأضحى هذا العام ليس ككل الأعوام، خاصة مع ظروف تاع الوباء هذا، الله تعالى أن يرفعه عنا عاجلا غير آجل إن شاء الله. يعني أكيد يعني قلنا الأجواء تختلف عن باقي الأعياد، لكن تبقى نكهة العيد وتقعد بنة العيد وحدها ونحييها كجزائريين متمسكين بعاداتنا، متمسكين تقاليدنا، متمسكين بديك الأجواء الأسرية والترابط الأسري. وش تقولي أستاذة في هذه النقطة هذه؟ طبعا كما قلتي نحن نحيا العيد. العيد يعني في شعائره وفي يعني مراحله نحيا، من شراء الأضحية والإحساس بالتضحية التي قدمها سيدنا إبراهيم عليه السلام، ونحن كمسلمين كأمة إسلامية جمعاء نحياه، نعيشه بكل بديك الروحانية وبديك القداسة، ولو يعني رغم وجود الوباء، ولكن نحن شفنا العوائل كيفاش صامت ايام يعني التسع الاوائل من شهر ذي الحجه، وكيفاش العوائل يعني شرت اضحيه العيد، وكيفاش العوائل شاركت ابنائها في الحوارات الجميله. وكنا شفنا في يعني في الشوارع وفي الاحياء يعني ايام قبل العيد، يعني معظم الجزائريين ما كانوش يظنوا انه مع هذا الوباء ومع هذا الفيروس انه الجزائريين حيجوزوا العيد ولا ايام ما قبل العيد كما يعني باقي الاعياد، لكن الجزائريين قعدوا متمسكين رغم الظروف، رغم ربما هذه هي النكهه وهذه هي البنه تاع العيد اننا نحياها. كما قلت لك نحياها يعني، وهذه من بركات سيدنا إبراهيم أنه ترك الأثر، يعني من ذلك انظري منذ متى حدثت كيف استخلصت يعني الذبيحة أو كيف استخلص الذبح والفدي في شريعتنا الإسلامية، وهي باقية إلى اليوم وسوف تبقى وسنتركها للأجيال القادمة. رغم كل شيء نحن كمجتمع جزائري حريص مسلم حريص جدا على إحياء شعائره والتواصل العائلي والتواصل المجتمعي، ومع وجود يعني الوباء نسأل الله أن يرفعه عنا إن شاء الله في هذا اليوم المبارك، وفي هذه ما زالت البركة في أيامنا، نسأل الله أن يرفعه عنا وتعود يعني التقارب المجتمعي. أكيد يعني المجتمع يعني حس بوجود الوباء والتباعد الأسري، ربما في صلة الأرحام، ربما الزيارات تقل، التزاور والتجاور وذيك
تآخي وتآلف هذاك بين الجيران وبين الأحياء. العيد لا يوجد أحضان، لا يوجد تقبيل، لا يوجد يعني لقاءات مفتوحة، يوجد وضع كمامة، وضع يعني غسل الأيادي، غسل يعني الاحتراز من احترام إجراءات الوقاية، لا يوجد إخراج الأطفال لأماكن اللعب، لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد حتى يعني كثير من الأشياء، ولكن روح العيد باقية وحياتنا والذي نحياها هي سنة كونية. نحن نحيا أسلوب رائع كمسلمين، نحن يعني الناس تغيرنا كمجتمعات، تستيقظ الصبح تغسل وجهها تروح للعمل وترجع تعبانة، نحن نفعل نفس الشيء ولكن نحتسب ذلك لله، الأجر لله سبحانه وتعالى اللي راح يخدم قال وطعم أهلي، وعلى جزء من الله سبحانه وتعالى والنبيه أوصاني على العمل وكسب الرزق ونصرف على أهلي زوجتي أمي وكذا، فنحن نؤجر على غسل الوجه وما نحن نتوضاو فسبحان الله نحن. وما أدراك يعني في العيد، يعني من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم أحسنت عزيزتي حفصة، فالعيد العيد بكل تفاصيله، كله من بداية وضوحه، يعني كان سيدنا إبراهيم رؤيته واضحة، وسيدنا إسماعيل إني رأيت في المنام أني أذبحك، فهذه قيمة تربوية جميلة وقيمة يعني لكل العوائل أو كل الناس. يجب أن تضع أهداف ورؤى لمستقبلها، لحياتها تكون واضحة، ثم الاستجابة الجميلة وبر الولد بوالده في رد فعل سيدنا إسماعيل عليه السلام. وكيف قال؟ ماذا قال؟ قال فانظر ماذا ترى. فقال وسيدنا إبراهيم يعني القيمة الأخرى الحوار الأبوي مع ابنه، يعني كيفاش شاركه كيفاش حكاله، بعض الآباء يعني ما يشاركش أبنائه للأسف ويقول له راه وليدي صغير وما يفهمش. ربما بمناسبة العيد نستخلصوا يعني عدة قيم، يعني نقدروا نقولوها للأولاد نقولها للأطفال. اللي يشاهدون اليوم نحن رانا يعني نحياو الحدث، صح نشدوا الكبش نروحوا نذبحوا نحضروا، حتى يعني الشد لما ديك الأصل الزوجة تشوف كيفاش تذبح، والزوج لما يكبر على الأضحية ويدعي بالغفران ليه وأن يتقبل منه الفداء. ما أجمل شعائرنا وما أجمل أعيادنا وما أجمل ديننا. نعم وما أجمل فما أجمل شعائرنا وما أجمل الخلاصات أو العبر التربوية التي نستخلصها من مما نحياه. فانظري قلت لك ما التعامل بين سيدنا إبراهيم وولد إسماعيل، طب ما ديك الصداقة بين الأب والابن نعم تعدت من الأبوة إلى الصداقة. يقول له شوف واش رأيك أنت، فتخيلي أبي عامل هكذا ابنه راه يكبر، ولما عامل سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل بهذا الشكل ولا الابن مطيع، أبتي إن ستجدني إن شاء الله من الصابرين افعل ما ترى. فتخيلي كيفاش وسيدنا إبراهيم يعني إنسان طعن في العمر لما سعى سيدنا لما زاد عنده يعني، ورغم هذا يعني ذيك التضحية كانت في أسمى معانيها امتثال لأمر الله. وضحت الرؤية خلص أمتثل لأمر الله تعالى، أمتثل لوضع الخمار أو الحجاب، أمتثل للأضحية، قال الله سبحانه وتعالى ضحي أضحي ولو بابني الذي ما سعيتوش إلا بعد 80 سنة. فانظري إلى سيدنا إبراهيم، هذه عبرة لكل يعني المجتمع، لكل أهالينا أن يراعوا أوامر الله سبحانه وتعالى الواضحة. لماذا كفانا الليل أوامر الله واضحة؟ مثلا سترة، نحن كنساء سترة نضع سترة. فاللهم صل على محمد بعد الابتلاء العائلي، نحن يعني في الجائحة كما سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ابتلي الأب يذبح ابنه، فتخيلي أي وقع يعني هذا على نفسيته. تخيل فنحن يعني في هذا الوباء
العوائل منهارة نفسيا يعني، واللي توفى احد من اعضائها يعني من افراد العائلة، نسأل الله ان يغفر لهم ونحسبهم شهداء بإذن الله تعالى. وهذا الايمان وهذا الاعتقاد يجب ان يسري في كل عوائلنا، فنحسبهم بإذن الله شهداء. فهذه العوائل اللي ابتليت فلتصبر، والصبر هنا قيمة جميلة وقيمة عظيمة. فلما صبر ولما امتثل سيدنا إبراهيم أعطى كل الخير وجاءت البشرى والفرح وفديناه بذبح عظيم. فجاءت الخير، وتخيلي ما رجاء كذلك أنه لما سيدنا إبراهيم امتثل لذبح هذا الإبن الغالي لمسعاش إلا هو شيخ يعني، فجعل في ذرية سيدنا إبراهيم الأنبياء. فجاء سيدنا إسحاق، ومن بعد إسحاق سيدنا يعقوب، ثم انبثقت الذرية الطيبة من الأنبياء. فتخيل البركة، الجزاء والبركة، أنت امتثال أوامر الله، أوامر الله، الله سبحانه وتعالى يعوضك. أنت لما تصبر على فقد عزيز الله سبحانه وتعالى يعوضك. ثم يعني الأيام اللي جاية يضرب يعني يرمي الحجار الجمرات. لماذا؟ الشيطان كان يوسوس، هذا الذي يريد أن يلوي الناس عن طريق الحق وعن طريق الصح، حتى يجيك سبحان الله تعالى أنت مثلا توضعي خمار ولا تلبسي تتخلقي، يقولك لا وأنت شابة ومزلتي صغيرة على الشاليك تغمي روحك، يجيك على أسلوب مثلا يحبك. ولكن الحقيقة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل كان يرجمانه. فهذا يعني المعصية والابتعاد عن كل ما يحيدنا عن طريق الحق عبر كثيرة نستوحيها منا. إذا عيد الأضحى ليس مجرد عيد وذبح أضحية، وإن مجموعة من نعم أكل لحم، خاصة هذه ربما عدة يعني آباء ولا يقول لك أني نشري الأضحية باش نفرح دراري. أكيد هي يعني من بين المقاصد أنك نفرحوا الأطفال ونكبروهم على هذه الشعائر إلى آخره، لكن ما نسوش أننا نربطهم دائما بالتقرب إلى الله، بأنه هذه الشعيرة هذه هي تقرب من الله سبحانه وتعالى. نعم، الأجمل أنه يفرحوا ويعرفوا على فرحوا، علاش فرحوا. نعم، فاللهم صل على سيدنا محمد. لما الطفل تحكي له ويفرحوا الأطفال، يعني جربتها مع أولادي يفرحوا لما تشاركيهم ويفهموا علاش أنا نذبحوا، علاش نجيبوا كبش، وأي فكرة مستقبل تجيها مثلا قال المسلمين يذبحوا الكباش المسكينة فيقولوا علاش، يفهموا ويقولوا يدافعوا على هذا، يدفع الطفل على أصالته على دينه. وثم لو شيء يجيبنا لما نهضروا مع أولادنا بهذا الأسلوب، وش يجينا من بعد؟ يجينا إنسان شاب راشد سوي، يعني يقدر يتحاور يعرف دينه ويعرف شعائره ومعتز بها. بدل ما نشري كبش نروح ندير فاكونس، ومعتز يعني لما يشري هذيك الأضحية، ويعني يكبر الطفل على هذيك المعاني وكل هذه القيم، انه يعني حاجه ما راح تزعزعه يعني مستقبلا. ويعرف انه كاين جند من جنود الله، جند اسمه البركه. نحن ما نشوفوش غير البركه، اما تبان في صحتنا، تبان في اولادنا، تبان في وجهنا، حتى يقول وجهه منور هذاك الانسان وكذا، رسيماهم في وجوههم. فلما ينشؤوا أطفالنا هذا اللي يشؤوا اليوم طفل ودوى راح يولي أب لأسرة ويشارك أبناءه نفس الأسلوب اللي تربى به، فيدير اجتماع هو كذلك مع عائلته وأولاده. وهذه هي يعني بالتوارث، كما خلونا أجدادنا وآباءنا وربونا على هذه المعاني والقيم، نحن أيضا نواصل المسير. حقا صدقتي، لذلك نقدم تحية لكل أبائنا في المناسبة، قل لهم صحة عيدكم، ربي يطول في عماركم ويخليكم ربي تاج فوق راسنا. الأباء جابوا لنا هذه الحكايات، ربما أنهم ما قرأوش ما تدرجوش في شهادات علمية، أما كانوا مدارس، كانوا جامعات، فيعملوا لك واحد الجمال، واحد يجيبوا لك القصة بجمالية ويجيبوها لك ببساطة حتى تحفظيها وتعيشيها
وتكوني يعني متشبثة بعادات. ربما ما أحوج أطفال اليوم إلى هذه القصص وهذه العبر التربوية. وصدقين حبيبتي أنا عندي 5 أطفال وجرت عام نفس الأسلوب يعني القصصي. القصص في القرآن الكريم مذكور كل قصة قصة كل أنبياء في قصص قصص قصص. لما نحكي لهم قصة لنبي من الأنبياء أو كائن من الحكايات لما نوصلوا للدار ماما استني حتى نكملوا القصة باش ننزلوا تخيلي. فشاركوا أبنائنا ونشاركوهم ونحبوهم ونعملوا صداقات معهم وإن شاء الله كل آباء يعملوا بنفس النصيحة وإن شاء الله كلهم يتعاونوا مع أبنائهم ويتحاوروا معاهم حوار جميل حوار أساسه الحب. أنا أقبلك كما أنت. نقسم نفرق بين سلوك الطفل وبين شخص وأنا أحبك ما السلوك كيف ما كنت نعم أنا السلوك هذا أنت بعض الأبناء يعني تقولوا ما رأيك مثلا في الفعل بداره سلوك معين ما رأيك يقول لك مش مليح فلما يعرف أنه هذا السلوك مش مليح هو يجتهد حيحسن ويجتهد نعم. بس ما يكررش هذاك الآخر. إذا أستاذة شكرا على هذه الرسائل التربوية اللي نحاول أننا نحيوها حتى في عيد الأضحى المبارك. وهذه رسالة لكل المشاهدين الكرام نقول لهم أنه رغم هذه الظروف وكلنا رانا نعاني منها وكلنا رانا نمر بها ظروف الوباء وظروف هذا الفيروس إلا أننا نحن من نصنع هذه الفرحة وهذه البهجة في بيوتنا وكما قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يعني حق لنا أن نفرح فهذا العيد هو فرحة هو هدية من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا فنعود نقول لكم عيدكم مبارك إن شاء الله أيامكم كلها فرح وبهجة ومسرة وهنا ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله وعلى كامل الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات. إذا فاصل ونواصل ريحوا معنا ما تروحوش بعيد. فيك السرور والهنا. إذن مشاهدينا من أجواء العيد في الجزائر وفرحة العيد في الجزائر نذهب مباشرة إلى أجواء العيد في ديار الغربة مع أهلنا في الغربة ونذهب مباشرة إلى إيطاليا بالتحديد مع الأستاذة أسيا بالحاج وهي ناشطة جمعوية وكاتبة مقيمة منذ 10 سنوات بإيطاليا لتحدثنا عن نفسها وعن أجواء العيد في إيطاليا. أهلا بك أستاذة. السلام عليكم. شكرا على الدعوه. مبارك حبيبتي حفصه وصحه مبارك كل عام وانتم بخير الله يعيدوا علينا بالصحه والهنا مبارك ان شاء الله الله يتقبل صيام اللي صايمين ان شاء الله. حبيت نشكركم على الدعوه ونشكر اهلنا المقيمين بايطاليا على الدعوه هذه. احنا الاجواء هنا في ايطاليا اكيد ماهيش راح تكون كيما الاجواء في الجزائر لكن حاولوا فيما امكن انه نخلقوا جو عائلي جو مناسب كما يقولوا لانه بحكم اني عندي الاولاد وغير ذلك يعني نديروا لو ماكسيموم انه نعيشون في جو العيد. نحاولوا من خلال قناتكم نقول لكم نعم. اجواء الفرحه هذه واجواء العادات والتقاليد في الجزائر ربما يلحق لكم شويه هذاك الاجواء هذه في الوطن. نعم اكيد نحاولوا دائما انه نقيدوا بالعادات والتقاليد لانه جد مهم خاصه لانه التراث نحبوا نورثوا حتى لاولادنا اللي رغم انهم زايدين هنا في ايطاليا فمثلا نحاولوا نلبسوا حتى في بعض الاحيان البسه تقليديه في المنزل من لباس اللي لبسته اليوم لباس قبائلي يعني لباس تقليدي الجزائري لانه اصل تاعي انا من بجايه صدوق في منطقه اسمها صدوق وانا عندي يعني عندي اكثر من 10 سنوات هنا في ايطاليا وأكيد أستاذة يعني باش نحطوا المشاهدين في الصورة يعني من هي أسيا بالحاج. أنا كنت قلت أسيا بالحاج هي ناشطة جمعوية وكاتبة ومقيمة منذ 10 سنوات بإيطاليا يعني نبذة قصيرة عن الأستاذة أسيا بالحاج عارفينا بنفسك. نبذة صغيرة نجمو نقولوا أسيا بالحاج إنسانة جزائرية وفخورة بانتمائي أكيد للجزائر وفي هذه 10 سنوات لما قلت أنه ناشطة حاولت دائما في هذه 10 سنوات أني نصور أجمل صورة عن الجزائر ونكون سفيرة لها هنا في إيطاليا ليس فقط حاولت أنه أيضا نعمل العديد من الأمور لتغيير الأفكار الخاطئة عن المسلمين بصفة عامة
وين عملت العديد من الأمور اللي ساهمت في خلق الحوار مع هذا العالم الجديد، اللي باش نلعب يعني دور ولو القليل يعني لنزع الخوف والإسلاموفوبيا في من ناحية الإسلام، وهذا كان جد مهم بالنسبة لي في هذه 10 سنوات. جميل. يعني أنت أستاذة مهتمة كاتبة ممكن نقول بكتابات في قضايا المرأة. نعم الكتابة حقيقة، نعم الكتابة كانت لي أول تجربة عندي، فقط عام كتبت أول كتاب لي، والكتاب حقيقة كان نتيجة لأني أحسست أنه لابد لنا أن يعني نعرف بأنفسنا، لأنه عايشين في واحد ممكن نقول مجتمع وين يصعب أنه تعطي لك الفرصة للتكلم عن نفسك. لما أتكلم عن نفسي أقول نفسي ليس فقط آسيا كآسيا، إنما كامرأة مسلمة، لأنه هنا ينظر لي كامرأة مسلمة جزائرية. في هذا الكتاب صوميتهما وراء الحجاب كان هو دعوة للحوار، دعوة للتعرف على الجزائر، هي دعوة للتعرف على المرأة المسلمة والثقافة العربية وغير ذلك. يعني الكتاب كتاب ما وراء الحجاب، باش يكون المشاهدين في الصورة، هو يحكي قصة اندماجك كامرأة محجبة في مجتمع غربي. نعم، قصتي مع الاندماج هنا في المجتمع الإيطالي، أنه جد مهم، لأنه كما قلت في الأول دائما رغم رانا في 2020 لكن ما زال ينظر للمرأة المسلمة والإسلام بصفة عامة يعني بسلبية، ونظن أنه من واجبنا نحن كمسلمين عايشين هنا في أوروبا وفي أي مكان في العالم أن نكون سفراء لهذا الدين وللثقافة أيضا العربية والإسلامية. وحاولت في هذا الكتاب البسيط جدا أني يعني أحكي كل قصتي كامرأة مسلمة جزائرية وعربية بصفة عامة. جميل. يعني وهذا فخر للجزائر أننا نشوف نساء جزائريات في بلاد الغربة يمثلوا المرأة الجزائرية الأصيلة بهذا الكتاب أو بالنشاطات الجمعوية أو بأي نشاط يعني تقدر فيه المرأة أنها تمثل نفسها وتمثل وطنها. وكيف كانت يعني ردة فعل يعني الإيطاليين هناك يعني بعد ما أصدرت الكتاب؟ و حقيقة ردة الفعل لم أتصورها، يعني بحكم أنه أول تجربة لي، وكان أمر واحد آخر ثاني لأنه الكثير ظن أني يعني زدت في إيطاليا، يعني كان أول تحدي بالنسبة لي كان اللغة، أني يعني عملت مجهود كبير أني أستاذة أتعلم اللغة الإيطالية. نعم أتعلم اللغة وأكتب، لأني فهمت أنه يعني الآن في هذا الوقت أنه أفضل سلاح لنا كمسلمين هو الكتابة، لأن الكتاب يعني تعطي لك الفرصة أنك توصل للعديد من الأشخاص. الانطباع للكتاب حقيقة الحمد لله الآن راني في سبتمبر إن شاء الله إذا وفقني الله عز وجل أعمل طبعة ثالثة، الحمد لله بالتوفيق من الله عز وجل، بحكم أنه يعني بيعت كل الطبعة الأولى والثانية الحمد لله، وهذا دليل على أنه يعني الكتاب رغم بساطته هو حقيقة كتاب بسيط جدا، لكن نظن في بعض الأحيان البساطة هي من توصل أكثر من الأمور المتراكمة، ونظن أنه في بعض الأحيان نحتاج إلى تبسيط الأمور خاصة فيما يتعلق بالإسلام والثقافة العربية والإسلامية بصفة عامة، ونظن يعني المكان اللي وصل ليه الكتاب يعني انتشار هذا الكتاب نظن أنه من بساطته وتلقائية الكتاب، والحمد لله نحمد الله. يعني بساطة الكلمة وأسلوب الكتاب هو اللي خلى ربما الإيطاليين نجيبوا حتى للجزائر إن شاء الله. ونعم وقت يدخل أستاذة للجزائر؟ إن شاء الله بحكم ظروف تاع كورونا فيروس، يعني زي جميع الأشخاص يعني خربخت لنا البرمجة كما نقولوا، لكن إن شاء الله بعد الصيف في مخطط. يعني هناك إن شاء الله مشروع بعد أنه الصيف يترجم إن شاء الله إلى العربية ويكون متاح في الأسواق الجزائرية. نعم، باش الفكرة أيضا أنه نجيبوا للجزائر، أنه نظن أنه محتاجين نحن كجزائريين يعني أنه تعرف قصصنا في الغربة، نظن ونحكي أيضا في بعض الأحيان المعاناة اللي يعانيها يعني تعانيها الجالية المسلمة أيضا هنا، التحديات وممكن حتى الإنجازات اللي عملناها، لما رغم أنها بسيطة، لكن دائما زي ما نقول يعني يكرمك ما يكرمك في أي بلد، لكن ليس كما يعني كرم في بلدك.
وصلي رسالتك أيضا في بلدك الأصلي، يعني بالنسبة لي ولو كلمة واحدة في بلدي يعني بالنسبة لي أغلى وأغلى من أي كلمة يعني انعطت لي هنا، لأنه الحمد لله الكتاب يعني بحكم أنه انتشر وحتى وصلت حتى رئيس الجمهورية الإيطالية، وإن كتب لي رسالة شكر على الكتاب يعني، وهذا شرف لي، لكن يكون شرف أكثر لي أنه الكتاب يعرف في بلدي الأصلي ويعرف تعرف قصتي في الجزائر. ان شاء الله ان شاء الله نشوفك في اقرب وقت في الجزائر بين 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 اهلك وناسك، واحنا نحن فخورين بمثل هكذا نماذج تشرف الوطن في ديار الغربة. وهل من مشاريع قادمة أستاذة يعني في نشاطاتك الجمعوية او في مجال الكتابة؟ نعم، المجال الكتابة، نعم راني نعمل في الكتاب الثاني إن شاء الله دائما في موضوع المرأة، لأن أنا مختصة بزاف بموضوع المرأة. نسيت باش نقول فقط أنا عن غرار الكتابة والنشاط، أيضا أنا مسؤولة مشروع اسمه عائشة لمناهضة العنف والاضطهاد ضد المرأة المسلمة هنا في أوروبا. أنا مسؤولة فرع في منطقتي، ويعني أنا مهتمة جدا فيما يتعلق موضوع المرأة المسلمة، ونتمنى أيضا أني لما لا تكون لي حتى يعني فرصة حتى في الجزائر أنه أنقل تجربة هذا المشروع إلى الجزائر، لما لا للتعاون مع حتى جمعيات يعني تعمل في هذا يعني المواضيع التي تخص المرأة المسلمة، ونقل تجارب يعني اللي عملناها هنا في إيطاليا إلى الجزائر، ولما لا إن شاء الله. إن شاء الله إن أتمنى شاء الله نشوفك في أقرب الآجال، وهذا قلت لك فخر وشرف للجزائر إن شاء الله. وبالنسبة إن شاء الله. أجواء العيد في إيطاليا أستاذة، كيفاش تحيي سنة العيد هناك؟ أكيد أجواء الفرحة ولا أجواء العادات والتقاليد غير الجزائر، أكيد ما تكونش كيف، لكن ربما يلتقي أبناء الجالية ولا، يعني كيفاش تجوزوا عيد الأضحى المبارك؟ نعم، عيد الأضحى يعني نشروا الكبش كما الناس يعني نحيي السنة، رغم أنه ما نشوفوش الكبش يعني بحكم أنه هذا العام، لأنه بحكم كورونا فيروس يعني يعني ما كانش الفرصة أنك تروحي تختاري الكبش وغير ذلك، يعني المجزرة هي التي تستكلف يعني بهذا الأمر بحكم كورونا فيروس. واسمه صباحا يعني صباح العيد نروحوا يعني واحد المنطقة وين يكرو صالة كبيرة، وين نجتمعوا جميعا كجالية مسلمة اللي موجودة في هذه المنطقة، يعني نديروا صلاة العيد مع بعض، وين يعني نتبادلوا التحية تاع العيد، وحتى ناخذوا معانا بعض الحلويات، ويعني على الأقل يخلق جو يعني تحاولوا للأطفال كأبناء أيضا الجالية يشموا حوش هناك تاع أنكم العيد تخلقوا يعني كما هذاك الجو الجزائر يعني. تاع العيد. نعم قلت لك يعني تحاولوا أنكم هناك أبناء الجالية الجزائرية هناك نعم أنكم تخلقوا هذاك الجيل وتخلقوا نوع من الحميمية هناك أكيد، بينكم، نعم، نحاول على الأقل الفترة هذا ربما الصباحية يقلل أنه شوية يقلل شوية وقع الفراق يعني عن الجزائر. أكيد أكيد، أنا دائما أقول العيد أكيد ماشي كما الجزائر، ونويت أنه يعني ندير العيد الكبير في الجزائر، لكن بحكم ظروف كورونا فيروس إن شاء الله لا يرفض هذا الوباء يا إن شاء رب الله في إن شاء الله. أقرب وقت إن شاء الله على الجزائر وعلى يعني في جميع المناطق في العالم إن شاء الله، لكن بحكم ما كتبش الله عز وجل إنه ندير العيد الكبير هذا العام يعني، لكن نحاولوا هنا في إيطاليا نخلقوا جو خاصة الأطفال يعني كلهم حوايج تاع العيد، وبعد يعني بعد صلاة يعني نديهم معايا لصلاة العيد باش يتلاقوا بالأشخاص باش يعيشوا هذيك يعني هذيك الأوقات يعني اللي تبين أنه عيد يعني، وبعد ذلك نعود نولوا للمنزل، وفي بعض الأحيان يعني نخرجوا نديروا المشاوي برا يعني نخرجوا، كاين أماكن مخصصة هنايا للشواء يعني في بعض الأحيان يعني نتصل بعائلات يعني نكونوا عائلة أو اثنتين يعني كعائلتين، ويعني نقضوا يوم كامل مع بعض يعني بالحلويات، ليست فقط الجزائر لأنه في بعض الأحيان المنطقة اللي نسكن فيها حتى مغاربة أكثر، في بعض الأحيان يعني نلتقي بالمغاربة يعني كل واحد يعني ربما يجيب حتى تلتقوا مع الطبق أبناء بتاعه. يعني ماشي غير الجزائرية حتى العربية، نعم قلت لك يعني تلتقيوا يعني حتى مع الجالية العربية يعني ماشي غير الجزائرية. نعم، لأنه هنايا في المنطقة خاصة في المنطقة اللي نعيش فيها يعني فيها مثلا المصريين، فيها المغاربة، جزائريين، أتراك،
ماتشيدونيين، يعني عندنا خليط من الجاليه المسلمه يعني، وكلنا نعمل يعني صلاه العيد مع بعض في مكان يعني مخصص نديره في كل عام يعني الصلاه فيه، مكان يعني كبير يعني مش مسلم، مش المسجد. جميل. سيدة آسيا كنت معنا مباشرة من إيطاليا، نشكرك على قبول الدعوة هذه. ربما كلمة أخيرة توجهيها لأهلك أو أحبابك هنا في الجزائر. نعم، أنا ثاني حبيت نشكركم بزاف على هذه المناسبة، يعني على هذه الفرصة لي، هي أول فرصة لي يعني أن نكون إن على شاء الله ما قناة تكونش جزائرية، وهذا آخر شرف فرصة. لي يعني. حبيت نشكرك حبيبتي حفصة على هذه يعني الفرصة اللي أتحتيها لأني يعني أهضر على نفسي يعني كمواطنة جزائرية عايشة في إيطاليا. تحيات، بحكم أول مرة يعني نعمل تحيات، نحاول ما نسرح حتى واحد وما نطولش. إن شاء الله، على تفضلي. تحياتي أكيد جميع الشعب الجزائري وللجزائر، نقول لهم توحشتكم بزاف واحد بواحد، لأن عندي 3 سنوات ما جيتش الجزائر، يعني توحشت كاع الجزائر أكملها. نحيي إن شاء أيضا الله يكون عائلة لقاء عن زوجي، قريب. عائلة ميراقة في بوفاريك، وعائلة ميراقة في أي مكان يعني في بوفاريك، عجوزتي من بوفاريك زهور نحييها بزاف، نحيي عائلة بالحاج، نحيي الوالدة تاعي في الجزائر مليكة جلواح، تحياتي حنان سيليا سفيان، إن شاء الله برك ما نسيت حتى واحد، زهرة في سوريا، أختي زهرة في سوريا نحييها أيضا، نحيي عائلة بالحاج، عائلة جلواح، إن شاء الله ما نسيت حتى واحد، نحيي كل أي واحد يعرفني يعرف آسيا بالحاج، يعني نقدم له يعني تهاني العيد، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله الله يدخلوا علينا بالخير والصحة والهنا، ويكون سبب في رفع البلاء إن شاء الله على الجزائر وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله، وحنا نتمنى تنتظرونا أني ما نسيت نحيوك حتى واحد. ونحيو كل عائلتك الكريمة وكل أبناء الجالية الجزائرية في إيطاليا وفي كل بقاع العالم أينما كانوا. نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله العيد القادم تكونوا بين أهلكم وناسكم هنا في الجزائر. الله يحفظك، بارك الله فيكم، شكرا. برك ما باش ما ننساش، باسكو على بالي نعم راح يحاسبوني باش ما ننسى الاب نعم تاعي بالحج العربي خويا سفيان، باش ما ننساش تفضلي. والا راح يحاسبني. لواساتي ثاني في بوفاريك، سليمه كنزه سيهام فله بشرى، باش ما ننساهمش اكيد، وحياتي قاعده اي واحد يعرفني، وبارك الله نحيوهم فيكم نحييهم وجزاكم الله كلهم خيرا. نقول لهم عيدكم شكرا لك مبارك حبيبتي وكل حفصه، عام وأنتم بألف خير. شكرا سادة أسياء، لنا لقاءات أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء. بإذن الله إن شاء الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم. فيك السرور والهنا. عودة إليكم مجددا مشاهدي ومحبي قناة الأنيس الفضائية. في أول الأيام عيد الأضحى المبارك، في هذا اليوم المفتوح الذي خصصناه أن نتقاسم معكم فرحة وأجواء وبهجة العيد، أكيد كي نقولوا عيد الأضحى ولا عيد الكبير نقولوا أمهاتنا وجداتنا يتفنن في تحضير العديد من الأطباق، فهذه دوارة وهذا بوزلوف وهذه بكبوكة، وتختلف الأطباق يعني من منطقة إلى أخرى، إن لم نقل من عائلة إلى أخرى. أستاذة رشيدة، ما هي عوايدكم في أول أيام العيد؟ قبل التحدث عن الأطباق، يعني لما نقول الأطباق يعني رانا ذبحنا ورانا سلخنا ورانا غسلنا. نعاود نقولوا شوية العود شيالور، يعني في الذبيحة يعني كيفاش تحضيرات، كيفاش النسوة تحضر؟ نحن في أنا الحقيقة من منطقة القبائل، و يعني تقريبا كل جهة تتشارك نفس العادات، فالتحضير يكون بمثلا استقبال هذه الأيام، يكونوا صايمين يصوموا الأيام يعني أيام. تحضير العيد الأضحى يكون يعني من أول يوم من ذو الحجة، نعم يعني نعم يبدأ التحضير نعم بالصيام وتجهيز وشراء الأضاحي، كثير يعني يوجدها من قبل، أما اللي ما شراش يوجد حاله يشري أضحية ربما أيضا ويراعي. عادة راسخة في العائلات الجزائرية أن الأمهات والأخوات يقوموا بتنظيف البيت ويديروا هذاك نعم الميناج نعم وهذاك التحضير والفرحة. يعملوا يعني تنظيف البيت، وتقريبا
تنظيف القلوب، أكيد ويوجدوا يزوروا عوائلهم، ويوجدوا مثلا حقوق تاع البنت مثلا اللي متزوجه مثلا باش يخلوا لها لابار تاعها. يعني كل هذه تحضيرات نفسيه وتحضيرات يعني كما نقولوا ملموسه بالتنظيف وكذا، وشراء الاضحيه، ويراعيوا انه تكون الاضحيه ذات جميله، يعني كبشين املحين اقرنين، يراعيوا انه تكون يعني صح الاضحيه اضحيه في صحه جيده وما فيهاش عيب شرعي هذا يعني، ويوكلوها ماكله صحيه ويشربوا لها الماء باش ما تكونش يعني باش ما يكون اللحم تاعها زين، ياكلوا اللحم اكيد. وربما نلقاو يعني من شده يعني تعلق الجزائريين بهذه الشعائر وهذه العوايد هذوما، نلقاو يعني حتى سكان العمارات اللي ما عندهمش يعني اللي يتسعون يحطوا يعني الاضحيه هكاك، ويجيبوا الكباش تاعهم يعني ايام من قبل ويقوموا بيهم وفرحين مع الاطفال. اي نعم، هذه قلت لك شعيره في ركن من اركان الاسلام يعني الحج، وهذه شعيره تمثل الحج تقريبا، يعني نحن الحاج يذبح في كما ذبح الحاج في وهو في منى او في مكه، نحن نذبحه هنا في اوطاننا، في كل في وطنه، كل في قريته، كل في حيه، كل في منزله، في عماره. نعم قلت لك نحن مرتبطين جدا بشعائرنا ونحياها، يعني اعيد الكلمه لانه صح نحياها. تلقى علاش نحياها؟ تلقى كثير من امهاتنا وابائنا وحتى شباب يعني يتفرج على وقوف بعرفة، يتفرجوا نقطة نقطة، تعلق الروحي، تعلق نعم، يتفرجوا مراحل الحجاج، راهم راحوا المنى، راهم كذا هبطوا المزدلفة، راهم خطبة مسجد منى، فيتبعوها بشوية يعني لحظة بلحظة. نعم، وهذا تعلق، فكيف به لا يشتري الأضحية؟ كثير يعني قليل فقط اللي تلقيها معناها ثقافته يقول لك لا فيه اللحم، وإحنا حكينا على هذه معناها نشري اللحم، على نذبح وعلاش نجيبه كذا ونشري اللحم. أكيد أنه العيد ماشي فقط للحم للأكل، لا إنما ديك الشعيرة وتقرب إلى اللحم رانا ناكلوه في كل الوقت. بكري صح كانوا يعني اشتهت أكل اللحم يعني من كان وقت صعب إلى وقت، أما الآن الحمد لله متواجد اللحم وإحنا ناكلوه. إذن وش العيد؟ العيد العيد يعني العيد أكبر عبادة وأعظم من مجرد يعني نعم إنه أكل عبادة. اللحم ولا لذلك قلت لك الجزائري المؤمن الحباب اللي يحب عاداته ويحب تقاليده ويحب دينه يشتري الكبش، ولو يعني ذا عسرة يعمل مجهوده يعمله يعني ميزانية خاصة بالعيد ربما ويشريه. أنه يبدأ تحضير تاني تاع العيد يعني من بداية العام، يعني أنه يخصص له كما قلتي نعم. ميزانية باش لما يلحق يعني العيد يكون يعني واجد لرب نعم. الأسرة هذاك باش إيه فقط لك يعني ويراعي فيه الجمال ويراعي فيه يكون شكل يقول لك نضحي به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويراعي باش يكون كبش وكذا، فهذه مغروسة في وكانها مغروسة في جينات الجزائري حفظهم الله ورفع عنا الوباء في بطننا الحبيب إن شاء الله. فاللهم صل على سيدنا محمد. نعم أستاذة، يعني كما قلنا الأمهات الجزائريات ربات البيوت تتفنن في تحضير الأطباق، يعني ابتداء من غير يذبحوا، يعني على بالنا بلي غير يذبحوا. لا لا، هي نحن طبيا معناها أو علميا بعد الذبح اللهم صل على سيدنا محمد، بعد الذبح لا يكون اللحم مش واجد باش تطبخيه. أكيد يعني لأنه أغلبية حتى رحتي تطبخيه انت تجبديه ويجب أغلبية عائلة الجزائرية يعني تفطر على الكبدة، على يكونوا صايمين يوم عرفة، فيفطروا في الليل وينويوا الغدوة حتى يفطروا بالكبدة بجزء من الكبدة، وهذه عوايدنا يعني. فأنا نشف الوالدة كانت تصوم، احنا صغار، أما الحين ان شاء الله نتبعوا سيرتهم. فكانت تفطر على جزء من الكبده، هذه الكبده والريه والقلب وكل ثم يتنحى، وتقدري تطبخيهم ويكون تاكلوهم كما نقولوا وقت على وقت ذبحوا يعني
ياكلوهم، اما اللحم فلازم له وقت 6 ساعات حسب الحرارة تاع الجو وكذا حتى يوجد اللحم هذاك ويوجد ويكون كنزين. فانتي هدرتي لي انه الأضحية، بما انك نعم صدق بما انك مختصة يعني وعضو في يعني باش نذكروا بك المشاهدين، الدكتورة راشدة زبيري هي طبيبة عامة وعضو في جمعية الجمعية الجزائرية للتغذية المغاربية، الجمعية يعني الجزائرية لإحياء النمط الجزائري أو الطبخ المغاربي الجزائري الأصيل يعني الصحي، الصحي يعني لا كما تقولين في نعم الأطباق الجزائرية اللي إن شاء تحبها الله العائلات، تعالى. يعني بالرغم من كما نقولوا يعني مترسخة أنه العدد أغلبية العائلات تدير نفس الأطباق، يعني تختلف من منطقة إلى أخرى ربما هما في نتبعوا طريقة آباءنا يعني على كل التحضير، لكن ربما تنجم عنها يعني عادات غذائية صحية خاطئة. طرأت دخلت عادات صحية، عادات غير صحية دخلت على مجتمعنا. نحن كنت هدرت لك انه الكبدة وكذا تأكل في حين حينا أنا وكذا، عادي اما اللحم فلازم له وقت باش يكون جاهز للطبخ. ف حسب حرارة الجو، حسب نوعية صغير الكبش كبير كذا، ف6 ساعات جدا وقت مليح، كافي. ورانا في سخانة ممكن 5 ساعات يوجد اللحم. فقلت لك لما يشريو نحن يراعيو انه يكون الكبش بصحة جيدة، ويراعيو فيه يكون سلامة حتى هما يذبحوا. يعني نحن يعني في القرى المسؤول على الذبح هما أبناء العائلة، هما اللي يذبحوا، لكن في المدن البعض يستعين بذباح وكذا باش يذبح له. فلازم يخليه الأضحية ترتاح. تتخبط لما بعد الذبح، لازم تتخبط، يطلقوا لها رجليها، هم مالفين يربطوا، يطلقوا لها باش كل ما خبطت كل ما خرج الدم، والدم هذا لما يخرج من الأضحية يولي معنى نوعية اللحم تكون تكون جيدة. أحسن. نعم، وهذا اللي يعني عليه أن احنا المسلمين نذبحه. وهذا الذبح سبحان الله علميا ثبت أنه الأصلح والأجود، نوعية اللحم هو الأجود. يعني اللي يجي يذبح على الطريقة نعم طريقتنا طريقة بها الذبح. اللي ما ذبحش. نحن رانا في أيام يعني الوباء، باش من يعني باش من العوائل ما خاصة في العمارات وكذا باش ما تضغطش وكذا، يقدروا يا أخي فقهيا أنه يقدروا اليوم يقدروا الأول نعم الثاني الثالث إذا كانوا تباعدوا أحسن، يعني باش ما يكونش فيها ازدحام ومش يكونش فيها يعني وهذا أمور. يعني ما يخلينا أننا نجوز العيد بنكهة العيد ببهجة العيد طبعا وبوقاية أكثر، نعم يعني ظروف الحالية هي اللي تحتم علينا هذا الشيء هذا، فيقدر يعني الإنسان يقدر يضحي في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث يعني حتى يخفف، خاصة كما قلتي سكان العمارات ويعني اللي يذبحوا يعني في الساحات هم يراعيوا يعني العمومية. الشروط الصحية. ومثلا كي يذبح بدل ما يستعمل فمه في النفخ سمو، يستعملوا آلة راهي موجودين آلة على كل خاصة يعني حاسة ينفخوا، خاصة لما الذباح مثلا يعني احنا نقولوا عمل حط هذا البافيت، اما الكثير يعني يتهاون للاسف. صح. فعلى الاقل ما تنفخ له، ما ينفخش فيه، حتى يجي داير البافيت شويه برك يبدا يجبدها من يبدأ الانف يهبطها ينحيها ثم يحطها في يعني الرقبه. ربما حتى اللي يذبحوا يعني مع الجيران ومع العائلة الكبيرة، يعني تقدر تذبح وانت تاخذ اجراءات الوقايه، يعني هذيك خذ الكمامه الاجراءات تحاول انك ما تنحيهاش، ما تقولش هذاك ارجوكم. يعني فاميلتي ولا هذاك جاري هذاك ماشي مريض ولا، يعني ناخذ اجراءات الوقايه، اخذ طبعا الوقايه خير من العلاج. وكثير من العوائل مرضت، غير اجت اختي لاباس عليها وراهي باتت عندي، بعدين راحت اختها خلت الدار كلها مرضت. فيعني اعتبر كل هي واحد دعوة شخص يعني رسالة تقدميها للمشاهدين، قولهم يعني طبعا يحاولوا أنهم ما نستهزاوش، خاصة على بالنا بلي العيد وفرحة هما العيد والبهجة راهم على بالهم ويجب تطبيقها، على بالهم يجب تطبيقها الآن، وإلا نفقد أعزاء ونفقد. أنا عندي
وبدأ الوباء مش والدتاي، فلما نكلمهم يعني في البلاد نقول لهم انا ما نجيتش نشوف والدتي وانتم ما تروحوا تغفروا، ف يعني نقول لولاد خويا وكل ديروا كمامة لما تروحوا تزوروا والدتي وما تبوسوش ما تبوسيش. ربما استاذه ما دام ذكرتي هذه، ربما هذا ما يخفف يعني، اكيد ما راحش تكون ربما هذيك الزيارات العائليه، ربما صله الرحم، لكن ما يخفف عنا وحشه هذا البعد هذا وبعد عن الاحباب والعائله. الحمد لله الان هواتف هاديه، كاين ذكيه الهواتف ذكيه، كاين اتصال يعني ابل فيديو، يقدر الانسان يشوف عائلته يعني في اي حقاً منطقه. حقا وقع، يعني حتى الابائنا الكبار ما يعرفوش يعني الوسائل هذه، اما يجوزها اخوك يجوزها لك. يعني الاخوه اللهم صل على سيدنا محمد. نعود الى النقطه، فيذبح لما يخرج الدم فالاضحيه تكون لحمها زين، حتى لما تصدقوا ياكل جزء منه ويصدق الجزء، يصدقوا بيكون نوعيه جيده ويراعيه، يعني انه اللهم صل يكون تغذية صحية قبل الذبح، ايامات قبل الذبح، حتى يروحوا يعني يشوفوا الاماكن اللي شراو يعني منها. ما احوجنا حاليا مع هذا الوباء هذا الى انه المناعه تاعنا تكون قويه، فمن ما نحطموهاش ربما بسلوكيات ربما ندخلوا فيها هذه المناعه. في نعم، هذه ندخلوا لها باذن الله بعد قليل. اما كنت يعني حبيت انه سمعت انا في الراديو انه كاين يعني قبل في بيع الاضاحي كاين كما نقولوا اطباء بيطريين مسؤولين يعني في اماكن البيع، يراقبوا نوعيه الاضاحي وكذا لكي لا تنتشر الامراض. مثلا كاين الامراض الظاهره وكاين الامراض الباطنه، يعني مثلا الكيس المائي وكذا، فلما تلقاو هذه الاشياء يرجى انه ما تستهلكش وانه تدفن وما تعطاش لاكرمكم الله الكلاب او القطط ولا باش تاكلها. هذه من الاشياء اللي لازم نحترزوها. فكي قلتي انت اللحم صبرا، يعني احنا كي قلنا انه ناكل اللحم وناكله طول العام، ربما فما نشعوش ما نكونوش يعني جشعين. والمستشفيات يعني يعلنوا يعني في اول يوم من عيد الاضحى وثاني يوم يعني عشرات من المصابين يجوهم جراء يعني التناول والاكثار، خاصه من اللي عندهم امراض مزمنه او امراض مناعيه او امراض. نحاولوا اننا نتجنبوا هذا رجاء مع الوباء، يعني هذه رساله مع الوباء. قلوا اكل اللحم لامراض مزمنه، قلب شرايين، سكري، امراض مناعيه، التهاب مثلا في الكولون وكذا وكذا، فيراعيوا أنه ينقصوا من اللحم. البعض يعني نقول لهم ممنوع اللحم، أما ما على بالي راح ياكلوا، ولكن يحاولوا أنهم يقلوا ولا ياكلوا يعني حاجة بسيطة قال بركة. أما إذا كلا يتحمل مسؤوليته، وما حبيناش يعني وصلوا للمستشفى. إذا وصلوا للمستشفى راه كاين ناس، كاين وباء حاليا، يعني ممكن يختلط مع واحد راه فيه الوباء، راح يداوي على معدته ولا على كل شيء وجعاته، يجيب وباء معاه ويجيب الأسرة. فلذلك رجاءً قليلا فقط خليوا رواحكم تجوعوا، كلوا السلطات، كلوا الفواكه، كلوا، تكون اطباق متوازنه. نعم، يعني اللحم راه يضرب الواحد الاغلى. البعض يعني يقول لك ندير كبده يسموها يدوروها بالملفوف، يعني في بعض المناطق يزيد لها الشحم. وما هذا المرض بذاته كوليسترول، اللي عندهم كوليسترول وتريغليسيريد وكل، لازم يراعيوا رواحهم. والا قلت لك بدل المرض هما اصلا مناعتهم قليله، ورحنا الناس كلها على بالهم انه اللي مرض بامراض مزمنه راها للأسف يموتوا أكثر، يتأثروا. يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني يحاول الإنسان يكون متوازن. خليكم في الخضار، خليكم كذا، خلي تأكل كل شوية. حتى الأصحاء ما تكثروش، يا تعرف الأصحاء تلقاها داخل فيها كذا كذا كذا، بالعقل عليك. خلي جسمك يجوع، خلي يشرب الماء، شرب، ابتعد عنا السكريات، ابتعد عن هذا الانواع الحلويات اللي فيها سكر ونشارجي، فابتعدوا يعني ما استطعتم، لانه راها ابتعدوا ما استطعتم، نقولوا ابتعدوا عنها
عنها رجاء، يعني قال لي يوم العيد لا لا وكذا، راك تروح المستشفى واحنا ما نكش حابين تروح المستشفى في هذه الايام، على بها هذا العيد خليه غير الاعياد في هذه في النقطه، هذه النقطة اما في هذه الفرح والسعاده أكيد وحياه مارس المشاعر مارس معليش مارس الشعائر الشعائر بكل كما باصولها، يعني بعد اتخاذ تدابير الوقايه وكذا، اما الاكل لازم تاخذ احتياطاتك، لانك اذا رحت المستشفى تجنب، والذهاب الى المستشفى تجنب المضاعفات، تجنب اي سكر هابط سكر زايد، كل تجنبوا رجاء وابتعدوا ابتعدوا عن اللحم خليوه. هذه خلاص يعني كاين هذه باش نقول للمشاهدين هذه نصائح قيمة من دكتورة طبيبة عامة ومختصة يعني في التغذية ان شاء الله. الصحية نسال الله والتغذية خير نسال الله العلاجية. باذن الله تعالى. إذا بهذه النصائح القيمة من عند دكتورة رشيدة زبيري نقول لكم لا إفراط ولا تفريط مشاهدينا الكرام، نحياو العيد نحياو العيد نحياو هذه الشعائر هذا، لكن الصحة صحتنا قبل كل شيء. نقدم تحيات الكتكوتة بالحسن ماريا إلى اللي تقدم تحياتها وتحيا العيد، تقول لهم لكل عائلة بالحسن عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير، وتهدي تحياتها إلى عمتها سامية ونفيسة بفرنسا وعمتها نادية بتركيا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود نقول خليكم معنا. فيك السرور والهنا. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه القعده الشابه وهذه اللمه الزينه دائما مع الاستاذه الدكتوره رشيده زبيري، اللي كانت تحدثنا قبل الفاصل عن التغذيه الصحيه وضروره اننا نراعيو الاكل الصحي خاصه في ظل هذه الظروف، وخاصه في على بالنا كامل العيد الكبير العائله تجتمع على طاوله واحده وتاكل وما لذ وطاب يعني من الاطباق، لكن نحاول أننا نراعي صحتنا قبل كل شيء. الحديث يطول كثيرا في هذا الموضوع، لكن على عجالة أستاذة وش تقول لنا يعني في هذا الموضوع ولا نصائح على السريع للمشاهدين الكرام؟ نقول كل شيء تكثر فيه مش مليح أولا، ثانيا استعمال النمط تاعنا، يعني استعمال مثلا زيت الزيتون بدل الزيت اللي يباع، ما تاكلوش مصبرات، استعملوا مثلا ما تاكلوش الخبز الابيض اللي بالفارينة، يعني ديري كسرة مثلا سميد الكامل، وما اجمله اذا زدتي له خميرة بلدية اللي ما يعرفهاش يسقسي كيفاش جداتنا كيفاش يسمعوها وتخلطيها، فذلك يعني مفيد للجسم مفيد للكولون مفيد يعني البكتيريا الحميدة الموجودة في أعضائنا، تساعدنا تقوي لنا جهازنا الهضمي. نقولوا بعدوا على الحلويات رجاء، يعني قلت انت ملذ وطاب طيب، أما اللذيذ ممكن طيب يكون وصحي، أي حاولوا صح. أن نخلو نعم عاداتنا طيبة نعم وصحية. فهذا السكريات اجتنبوها رجاء، ويعني بعدوا على العصائر، وقول لك عصير طبيعي ما كاينش عصير طبيعي الا اللي عصرتيه انت في بيتك، شربوا في هذه الايام تيزانات وشربوا الزعتر وشربوا عملوا الشاي الاخضر. نحن الجزائريين هذه الايام عرفوا المناعه، سمعوا معنا شيء أكيد مناعه قوي مناعتي يقول كذا، فباش تقوى مناعتكم رجاء انتبهوا لاغذيتكم، يعني ناكلوا الخضار الفواكه، نطبخوها طبخ جداتنا، هذيك نقلي البرمله غير صحيه للاسف، انا كنت نشوف امي كيفاش تطبخ، تخلي الماء يغلي ثم تبدا تلوح الخضر وتطيب كلها كيف كيف، اما هذه نقلي البرمه ثم نزيد لها الماء، فهذيك القليه تكون فيها واحد المواد اللي تضر بجسمنا، يعني بعدوا على قلنا الجازوز والعصائر رجاء بعدوا عليها، اللي عنده مرض او بعدوا على الحليب ما قدرت ما استطعتم، الاجبان هذه الاشياء المصنعه فيها ملح وفيها مواد تضاف اليها تضر بصحتنا، والمناعه في ظل وجود هذا الوباء لازم تكون قوية، وجوع أرواحنا يعني خلي حتى نجوع باش تاكل، مش تعمل يعني يطاش قال حاجة ياكل معنا طبق دسم لحم وشحم وكذا، ثم يروح ياخذ فواكه ثم يجيب الشاي مع ربما ما يحرقش هذيك. شكرا لأنك فكرتيني الحركة 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 نحن يعني كمجتمع
يعني نمط العيش تغير للأسف، تغير للأسوأ، ولينا غير قاعدين، ولينا السمنة، يظهر السمنة في أولادنا، يظهر السمنة في نسائنا، في رجال، كرش بطن، ما نتحركوش. فتقولي لي انت في كورونا زعما، في قبل الكورونا كنا نتحركوا أكيد للاسف، صح، خلوها نمط. نحن لا في يعني نمط حياة نحن يعني. اي نعم، تلقاها مثلا 500 متر تركب تشد تاكسي، لا مشيها مشيها، استعملي يعني حذاء يساعدك، ويلا يلا يلا انت لحقتي، فامشي امشي على الاقل، تعرفي على الاقل 6 كيلو إلى 10 كيلو تمشيها في النهار باش تكون جسمك يقوى. ربما هذا هو السر اللي خلى جداتنا يعني في المناطق والقرى يعني مازالوا بصحة بكري جيدة مازالهم بصحة جيدة، وتلقاهم هكاك يعني في سن متقدمة ومازالهم يمشوا، مازالهم مازالوا يقوموا الحمد لله. بمختلف الأعمال ربما بنات ولا فتيات المدينة ما يقدروا لهاش. نعم مدي، وللأسف حتى يعني جات هذه الظاهرة للقرى، يعني حتى القرية ولا البيت على شكل المدينة، كل شيء مغلق، يعني بكري كان مفتوح. إيه؟ دخلت نوع من المدنية المدنية في نعم، القرى. ولا النساء ما يتحركوش، ولا يستعملوا الطبخ هذا تاع يوتيوب، وهذا يعني معناه يعني مش نصيحة، يعني دعوة اللي يشوفونا انه يحاولوا هذو اللي يديروا في الطبخ وكذا، يحاولوا يديروا الطبخ المغاربي الأصيل الأصيل التقليدي الصحي والصحي، يدخلوا في وجباتهم على ربما. الأقل. هذه هي الجمعية اللي راكي منتمي لها، هذه الدعوة اللي راهي نعم هذه تقوم بها. تدعو إلى الرجوع إلى هذا النمط، وتوعية الناس ب يعني أسلوبنا الجميل اللي تركناه للأسف. فقلت لك نحن باش في القرى مثلا، يقول لك نروح غير هنا يضرب كيلو كيلو، صح، جهة عادي يوم عادي ويمشوا يعني في اي في المره الاولى راك تتعب انت، ذكرنا في الحجر وكذا، لما تمشي شويه تحسي بالتعب لانه الجسم تاعك يعني ولا مسود والف. يعني على القعاد وكل. فاللي مثلا يسكن المراه اللي تسكن وحدها ولا ماشي في عماره، يعني تعمل هذاك الحبل، تقفز على الحبل حتى تولي تعرق، يعني تعرق سلوكيات بسيطه نخلوها بسيطه، عادات حبل فقط. وش فيها يعني، والا اذا كان اللي عندهم سيارات يخرجوا مثلا عوائلهم يروحوا للغابات، اماكن اللي ما فيهاش ازدحام، فيجري ويجري بعائلته، وش فيها انت وزوجتك وابنائك تروحوا تجري وتمشي وتعملوا تعرقوا عرق، يعني كل هذه مفيد لصحتنا، يعني الرياضه والحركه بركه. بكري كانوا يديروها بلا ما يحسوا، يخدم يروح يخدم في الحقل ويتعب تلقاهم يعني ولا مره يشتكيوا يعني من امراض، الحمد لله والحمد لله، واعمارهم اعمارهم تلحق مباركه. 100 لانهم يتبعوا نمط صحي. انا غير مؤخرا كان واحد يقول لي شوفي لي دكتوره كيفاش راني ناكل صباح بشوربه، ونوضع فيها بعض يرحي مثلا هذا يعني هذا الحبوب، يرحي كما نقول توابل مثلا اللي قلنا زعتر، يرحي يقول لي نديروا مغرفه في زعتر وندير كذا وكذا. قلت له انت راك تعلمني انت يعني شويه من كلنا يديروا هكذا انواع صحيه، زنجبيل وسكنجبيل وكذا وكذا. فيقول لي قلت له انا نتعلم منك هذه ناخذها، وتلقاه في صحه جيده ويروح لخدمته هو الاول، وانفور ما شاء الله عليه. عندنا التمر، نحن عندنا الفواكه، عندنا الخضر، فكلوا ما طاب ما طاب. خلينا من الخبز، نحن في القرى وقت معين ما عندناش مخابز ابدا، الناس تعجن في الديار وتخدم كل شيء في الديار، ويعني حتى نقولوا نتأسف انه دخلت هذه الاساليب، اما الناس ولات وعات بالشعير والنخاله يعني زيدوها كاين دعوه هنا وهناك، يعني ولات خاصه نعم عبر مواقع التواصل تدعو الى هذا الغذاء الصحي صحي الاكل الصحي، والقاوي يعني لما مرضوا رجعوا للاسلوب القديم. تقول لك بكري ما كانوش هذا المرض فينا، فنعاود نولي للاسلوب لا رجعوا. فولات انا شخصيا لما نروح القريه يعني شرتي، فنجي لما مروحه نروح يرحي قدامي القمح، فيعطيه لي ساشي ونجيب دقيق القمح ونطبخه في بيتي. فهذه الاساليب راهي بدات ترجع والحمد لله، ونسال الله. استعمال زيت الزيتون ارجوكم، يعني الناس تشوفوا غالي يقول لك زيت الزيتون غالي، لا
انت لا خمار، شري خمار تجيبيه ب 70 ألف، فما بالك تجي تحطي 70 ألف في يعني لتر ما زيتون؟ تستخسروش يعني في لا ما صحتكم تخسروش في حاجة صحتكم، كيما هذه. وهذه لازم تكون ثقافة في عوائلنا. يعني نشري روبا ب2 ملايين، ولما نجي نحطهم في بيدون زيت زيتون تجيني ياسر؟ لا، صح نحن كنا في القرى هذه العولة، القمح وزيت الزيتون. اللي إذا أنا نشفى كان يعني لما يقولوا لي روحي جيبي راشدة الزيتونة صغيرة، فأنا لما تكون شوية هبطت ندخل روحي ها باش نلحق. يعني عندنا مخازين لزيت الزيتون وهذا اسمه العولة. طب ما الحمد لله الجزائر تتمتع بثروة يعني لا بأس بها يعني في هذا أجود. يعني مؤخرا شفت الجزائر زيت زيتون الجزائري من ربح أجود في المسابقات الزيوت. العالمية، فعندنا زيت زيتون. ربع عندنا نعمة بين يدينا، ما نحاولوش نفرطوا فيها ولا نروحوا لنمط غذائي غربي ولا نمط غذائي يعني نعم، داخل على ال للأسف. يعني أنت لما تطبخ، أنا نطبخ بزيت زيتون في عائلتي، كاين عوائل يقول لك انا ما شتيش ريحته وما شتيش كذا. فانت لما تعودي ولادك من الان، يعني بالتعود ايه تعودي. انا ولادي يعني خاصنا الاطفال لما كسرة تولي فيهم سخونة وكذا يجيو يغمسوها في الزيت حتى تولي تسيل يديهم كل. ف يعني هي قضية عادات، يعني قضية انك برك نتعود تولي في عليه. العائلة ديالك، فلما ترسخ هذيك العادة خلاص ما تقدريش ربما انك تحيدين عنها. نعم، هذا هو. وقلت لك مع الطبخ، احنا في البرمه نديرو زيت زيتون، ما كانش منها انا ندير. انا اصلا لا اتخيل اني ندير زيت الصانكو. ف هذه الجائحه باش نزيد، يعني اخذت مخزوني كله قريب نخلصه، فان شاء الله تحل تروح الوباء ان ونجيب شاء الله يا مخزون رب. اخر من ان شاء الله يا بلاد. رب. بذكر استاذه ذكرتي لنا يعني اديتينا القرى الاجداد والقرى والعادات، يعني الجزائر قاره، نقول نعم الجزائر قارة وتتنوع يعني العادات من منطقة إلى أخرى، يعني نقدر نقول حتى من عائلة إلى أخرى، يعني في عائلة واحدة تلقاي بعض العادات تختلف من أخرى، وكل عاداتنا جميلة وكل عاداتنا اللي خلوها أجدادنا يعني هي اللي تربطنا وديرنا ذاك التلاحم الأسري والترابط الأسري حقا. والالتفاف حول عائلة حول طاولة واحدة. كل هذه العادات الجميلة يعني نزيد نحيوها أكثر في هذه المناسبات وهذه الشعائر وفي عيد الأضحى وفي عيد الفطر وفي المناسبات كالمولد النبوي، يعني كل هذه المناسبات الدينية. يعني بما أنك سادة من منطقة القبائل، نحيوهم بالمناسبة ونقول لهم العيد المنذر مربوح، العيد أدياوي الخير بالبركة إن شاء الله، العيد عيدكم مبارك، العيد اللي يجيب لنا الخير والبركة إن شاء الله. إن شاء الله. كيفاش كانت يعني التحضيرات تاعكم يعني في القرية؟ يعني نحن القرى يعني غير المدينة، كل البيوت مفتوحة. يعني في الصباح الباكر نحن نستيقظ باكرا في القرى، كانت على بالك نستيقظ باكرا، نوجد رواحنا، نوجد النساء، توجد الكذا والرجال. نحن مثلا السادسة قبل ما يبداو التكبيرات في المسجد، الولاد لبسوا يكونوا وجدوا واجدين وخرجوا مع بزوغ الشمس، فتلقاهم برا يعني سبحان الله. يعني في أجدادنا يعني في المناطق والقرى والدشور هذوما يطبقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، بكورها يعني نعم يبكروا حقا. الصباح ربي يعني في باقي الأيام، يعني مش غير في نعم. العيد، لكن ربما العيد هذيك مع هذيك الفرحة والبهجة تزيد أكثر. فهي الأطفال قلت لك يخرجوا، النساء توجد في واش يستلزم الخروج. بعد التكبيرات نحن نزوروا المقبرة، مش كما المدينة يروح تاني يطلع لها، نحن نزوروها بعد صلاة الفجر نبداو الزيارات. وكنت أنا والوالدة أوائل نروحوا، الله يطول في عمرها، نروحوا آمين يا لزيارة رب. الوالد، لأن نحيوها بالمناسبة الأم تحية ديالكم، نقولها نعم عيدك مبارك، لكل ربي يطول في الأمهات. عمرك إن شاء الله الله يرضى وربي عليك يخليك بركة على بركة يا رب يا إن رب. شاء الله. فقلت لك فنروح المقبرة، وبعدين نحن في القرى شتي الأيام هذه الوباء يشعلوا مكبرات الصوت بالقرآن، شتي بالقرآن الأجواء كيفاش والتكبير كانت روحانية. روحانية. نحن في يشعلوا قبل التكبير، قبل شروق الشمس، قبل كذا يبدأوا يشعلوا القرآن في مداشر مع صباح باكر خشوع. يعني نروح نترحموا على موتانا، وتبداي من عائلتك هذا حتى توصل للوالد. وكان جمالية انه معنا نحن نتحدث مع يعني كبار في السن، اما على بالهم انه هذه الارواح ما عم تسمع، فتتحدث الوالدة تقول نحن بخير
نطمنهم، نطمن نحن بخير والولاد بخير وكذا. فهذه الصوره بقات لي يعني في طفولتي يعني. وهل هذه العادات اللي كي تحكيها بحنين يعني بحنين وحتى الدمعه قهيت تنزل لي. ف ان شاء الله نحاولوا اننا نحييوا هذه العادات الجميله وهذه العادات الراسخه اللي خلوها اجدادنا وابائنا. هل ما زالت يعني هذه العادات حاليا في منطقه القبائل؟ نعم كل ما زالت. فقلت لك لما بعد الصلاه يصليوا يعني فيبداوا المغافره، يعني نغافر احنا تقريبا عائله، مش ما كانش بيت، ما كانش حدود، ما كانش بيت تديباسي يعني تبداي. ويبداوا الاطفال بعدين الرجال والنساء لما يكملوا شغلهم يخرجوا كذلك. وفي العيد الاضحى يقل شويه الرجال، اما الكبار في السن يروحوا لهم يعني ضروري. مثلا والدتي كبيره في عائلتي في السن فيجيوها كل يعني يغفروها. نعم بارك الله هذيك. نعم فاللهم صل على سيدنا محمد. ثم اليوم الثاني راه يزيدوا يجي ويغفروا وكذا. فاللهم صل على سيدنا محمد. ثم يعني اجواء الذبح والاخوه تتعاون، وكما قلنا سالفا انه يحسنون الذبح يعني في خالتي كلهم يذبحون. يعني في منطقه القبائل نشوفوا باللي يعني ماشي غير في منطقه القبائل، يعني في القرى والمداشر انهم يربيوا الذكور خاصه يعني غير يبدا يكبر شويه يعني 14 15 سنه 16 سنه انه يعلموه كيفاش يذبح فيولي يتكلم حتى ما كانش كيفاش يذبح يعلموه يسلخ نبدا. انا كنت صغيره كنت نعاون خوتي نسلخ يتعلموا السلخ ثم يزيد يكبر شويه يعطوه يذبح في اي مناسبه يعطوه يذبح يحاول ثم كذا كذا حتى يكتسب. ديجا انت لما تكوني حاضره راكي تكتسبي خبرات راكي ثم بعدين يطبقوها هذوك الشباب فيكونوا ما شاء الله. يعني نحن في القريه ما نحتاجوش ذبح فقط يعني في كل عائله كاين اللي يقوم بهذه المهمه مش واحد فقط تلقاهم كلهم. مثلا نحن كاين مثلا الارامل اللي ما عندهاش مثلا رجل في الدار فيتكفلوا القريه قال سبحان الله يسبقوا فيها الارمله يذبحوا لها باش يروحوا باش يكبروا يعني خاصة أنه تاني في منطقة القبائل وكما قلنا في باقي الجزائر المناطق الجزائر. نحن نهضروا على منطقة لأنه عشنا فيها، أما كل المناطق كل منطقة تتمتع بعادات وتقاليد يعني جميلة وأصيلة ورائعة. يعني ما كانش هذاك واحد يذبح واحد ما يذبحش، ولا ما كانش ذيك الفوارق الاجتماعية نشوفوا يعني قبل أيام العيد. ويعني هاد الظاهرة دي لاحظناها يعني مؤخرا حتى في العاصمة وفي المدن الكبرى. ما ولاتش هذيك الفوارق يعني التكافل الاجتماعي. نعم. هناك جمعيات، هناك كما احنا نقول في منطقه القبائل تجمع هي اللي تحاول انها تحصي العائلات المعوزه والعائلات اللي عندها الدخل تاعها محدود فكلهم يعيدوا. كلهم يعيدوا وكلهم يشيلوا لهم لباس العيد اللي ما يقدرش. هما نحن نعرفوا بعضنا يعني ممكن يكون مدخله بسيط ولا وعنده دراري ولا فيقوموا به. مؤخرا حتى في الموازاة مع تجمعت كانت جمعية ظهرت في القرى فكذلك تتكلف بنفس الشيء يعني تكسي يعني الأطفال. هذا إن دل على شيء إنما يدل على طيبة الشعب هدايا وأصالته كيفاش تعاون على البر والتقوى. نعم ولا تعاون. نعم. على الإثم والعدوان. يعني كل هذه المعاني القيمة هذه يعني متجذرة في الشعب هدايا وتبان خاصة في هذه الأعياد والمناسبات. قلنا إذن ما كاش فروقات وما كاش كلهم يعيدوا كلهم يفرحوا بالأطفال بالعائلات وما شاء الله كلهم يلبسوا يعني. جديد وكلهم يخرجوا يغافروا. وقلت لك إن احنا النساء تغافر كذلك والأطفال ويبداوا يحضروا كما قلتي الأطباق يعني كل يختلف عن العادات. مثلا نحن في الليل يديروا هذيك الكرشه. كاين اللي بكبوكه معنا يسموها. كاين اللي مثلا يطبخ الراس في هذيك الليله. وبالمناسبه طبخ الراس في ليله او غدوه من ذاك تاع العيد انسب، لانه نحن صحيا لما نشوطوا الراس باش نحيوا هذيك يعني الصوف فتقريبا طيبناه تخيلي. فالانسب باش ما يتعفنش باش ما يعني هذيك الليله يعني يطبخ اليوم ولا الغدا الغدا. واحنا يعني البعض يقول لك يا بزاف انتم تشوفوا تتقهموا في القرى وربما حتى في المدينه. يعني نحن نديروا حق الضيف. انا اتذكر نحن في عاداتنا الغدوان صباح
انا في غير نوض صباح بكري نشم رائحه الراس راهي طيب، والراس الكراهي نكون، فالوالده هكذا طيبوا بكري، فاللي يجي غافرها من ابناء يعني عمومتي وكذا لازم ياكل، تحط له هذا ما الخير. يسمى بحق الضيف. اي نعم، يعني نعم سبحان الله، حتى الضيف ويكرموه صح، ويكبروا به، حتى كي يقسموا يعني كل، حتى بعد اليوم هذا ثغروت سنقر تقسيم الكبس. فلما يطبخوا الكسكسي كذلك يديروا ان عدد اللحم اكبر، باش قال اذا جاء ضيف يجينا اذا جاء ضيفي انسان يعني يلقى الطاوله. نعم، واكيد قلت لك كما قلنا نحن باش تروح تغافر، ديجا مثلا انا باش نروح نغافر اختي نضرب كيلو نمشي يعني نمشي كيلو متر يعني باش نلحق ليها نغافرها، تخيلي اذا نمشي يعني ماشي صحي، امر صحي ما شاء الله. ربما معروفه منطقه القبائل بعاده الوزيعه، يعني يديروها في المناسبات هذه. نعم، في المناسبات مثل مناسبه المولد، المناسبات الدينيه، ولا هذه من الاشكال الجميله. ربما هل يعني في عيد الاضحى ثاني يقوموا بهذا الشيء، يعني تجمع هذيك ولا الجبال كبار يعني الدشرة هذيك يقوموا بهذا الشيء باش يتصدقوا يعني هو تصدق، يعني قلنا عادة في القرى كل الناس سعيدت، واللي ما ماش معيد نادرا اللي ما فقوش به، لانه وكان يفيقوا به واللي عنده اللحم اكثر من اغنى واحد في القريه، يعني كلهم يبعثوا له اللحم ويفرح عياله ويفرح امه يعني زوجته. فكانت يعني كنا هضرنا على اللحم ما ناكلوش بزاف، كان واحد يعني انتباه او يعني تعقيب انه نديروا اشد اللوح، زعما كي سقام اشد اللوح القديد، يعني القديد واللحم اللي يخلوه يبسوه ويخلوه يديروا الملح ويعملوه يحطوا الشمس يخرج كل الماء. النوع يعني من اللحم يعني تشارك فيه عده مناطق، كل يعني كل الجزائر كيفاش يسموه كان يعيطوا له القديد، يعني ايضا في مناطق اخرى. فهذه خاصة يعني الأضلع، يديروا الأضلع كلها فيعملوا لها يجفوها ثم ينكهوا بها الأطعمة، ما شاء الله نكهته. فينكهوا يديروا غير مرصوص صغير في الطبخة، تنكه تخرج بنكهة رائعة، ويعني هذا باش ما ياكلوش اللي خايف ياكل يصدق اللحم اللي قلنا عليه من المرضى بلاك وتاكلوا بزافة، يصدق الجزء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت على سيدة عائشة بقي الكتف، قالها بقي كله إلا الكتف، راه اللي صدقناه راه عندنا في أجرنا وفي عند الله سبحانه وتعالى. فيحاول يديروا هذا القديد، هذا الأسلوب يعني تقليدي جميل، يجفوا اللحم يخرجوا من الماء ويكون نكهة رائعة في الأطعمة، ويعني نظامنا المغاربي يعني ما أجمل عاداتنا هذه اللي توحدنا، وعاداتنا اللي تأخينا واللي زدنا في التآزر والتآلف. من بين العادات ربما أنه أب الأسرة كما قلتي تغرط هذيك يعني كتف تاع الكبش، يخليها دائما البنت تاعو المتزوجه ولا الاخت ديالو المتزوجه. فمن العادات الراسخه انه لما يقسموا الكبش فهذاك الكتف هذاك يروح للبنت المتزوجه، يعني تعظيما لها وانهم يكبروا بها وقيمه البنت حتى وهي متزوجه، ربما حتى وانها تكون عيدت في مع اهل زوجها. حتى وهي كبيره، انا امي 84 سنه، خالي ما يقدرش يجي وليد خالي يجيب لها حقها. فسبحان الله، هذه يعني من العادات الجميله، يعني تعظيم تغرط يعني الكتف، الحنه، قهوه، مازال شدنا لما نشوف خالي. أنا على فكره نحن وليد خالي نقول له خالي حتى وكان اصغر مني، فهذه عاداتنا يعني خوالي كل يعني اعمام. اي نعم، وليد خالي حتى كان صغير عليا فنقول له خالي، لما يجي خالي هذا الصغير فشحال نفرح نروح نطلع على وجه القفاله، يا الحنه جابولك، الحنه جابولك، السكر جابولك، القهوه جابولك. فرائع يعني احساس انه مع عمتهم تواصل في البركه هذه والتواصل بين الاجيال، يعني حتى الاطفال لما يشوفوا يعني هاد الحميميه هذه وهاد العلاقه يعني الاسريه المترابطه حيكبروا على هذيك القيم، هما ثاني يقوموا بها كما ابائهم وكانوا يقوموا بها ايضا اجدادهم من قبل. بذكر الحنه استاذه، هل ما زلتم يعني تقوموا ولا انت يعني مع الاطفال ديالك ربي يحفظهم لك ان شاء الله تقومي بالحنه ليلة العيد؟ نعم، انا كنت نسيت لانه مشغوله ما درتش الحنه، اما
اما الحنه في العيد الصغير انا كنت درت ربما الليله هذه نعاود نحني، انا نشتي الحنه ونشتي احياء عاداتنا وتقاليدنا، عادات انا احب ذلك. وابنائي كانوا على هذا المنوال ونحنيهم، وكلما لما يروحوا للمدرسه كاين بعض النساء تقولوا لولادها كيفاش درتوا الحنه وكيفاش درتوا، فولاتي جابوا هذه الفكره وكيفاش انا ما يجيني الشباب وانا يضحكوا عليا فيديروا اطفال. فنحاول مثلا ندير باسلوب جميل، مثلا نبتكر فيه باش تكون دائما هذاك احياء التراث الترابط احياء التراث نعم والعادات نعم والتقاليد. هل من عادات يعني اخرى جميله يعني تذكريها لنا؟ كل حياتنا يعني جميله، نحن لما ابسط شيء يعني انك تشوفي والديك تشوفيهم بصحه جيده تحافظي عليهم تتواصلي مع اهلك تعيدي عليهم تطبخي طبخ صحي تستعملي خضر فواكه تاكلوا كيما نقولوا زيت زيتون تستعملوا القمح الكامل او الدقيق الكامل، كلها عادات جميله وصحيه، والحركة بركة لما نتحركوا هذه كلها تزيد. علاش نقول هذا الشيء؟ يعني البعض يقول لك انت تعود يعني الأعمار بيد الله، مثلا الإنسان يموت 70 سنة 80 سنة، أما خير تموت بصحة جيدة أما أنك تلحق 50 سنة تبدأ تاخذ في يعني الأدوية وكذا وما قدرش نمشي، ومن بعد ولا في الفراش قاعد يقول، حتى البعض يقول يا ربي يعني دي أمانتك باش ما يولي عبء على عائلته. علاش هذا؟ علاش نوصلوا لهذا؟ فلما تكون بصحة جيدة تكون احفادك وعائلتك دايره بيك وفرحانه بيك، بين حتى بعض الخبرات تديهم احفادك وانت 70 سنه تديهم تنعت لهم، ولا احفادك البعض يكون عنده احفاد الاحفاد فيديهم ينعت لهم مثلا بلاده الاصليه، ولا يمشيهم ولا يروح يلعب لعبهم. فكل هذه يعني ان تحيا بصحه جيده خير من ان تحيا انت حي. فخلي يدي يعني باسلوب، ما تكونش عالة على الآخر كما قلنا، بعادات يعني بسيطة وأسلوب صحي بسيط يعني نخلقه نمط فقط علي يعني ما نقولوش نخلقه الدخيلة. نمط جديد إنما نعاوده نحيي النمط اللي كانوا عليه. نعم. نرجعوا لآبائنا وأصالتنا، نحن بنحب الأصالة، نحن شعب يحب عادات وتقاليد متسك، فنرجعوا لها. وانا يعني اتاسف يعني التباهي قال لي درت الحلوى، انا في العيد الصغير درت غير حلوه المقروض يعني. بالمناسبه استاذه، في العيد الكبير يعني في منطقه القبائل معروف انهم يعني قبل يوم العيد يعني في يوم عرفه انهم يديروا المسمن. إيه؟ المسمن ولا الخفاف باش يحليوا به يعني قهوه العشيه، يعني داخله ايضا في العادات والتقاليد. يديروا الثمتمت يعني يديروا الخميره هذه بدل باش الخيرات تخمر وتزيد وتكبر وكذا، يعني سمبوليك كيما نقولوا. فاللهم صل على سيدنا محمد، كل بلاصه فيها عادات. نحن في مثلا يربح وليدي انا البيو كي جاب شهاده تعليم متوسط، فدرت هذا الخفاف يقولوا بس راسه يخفاف ويقعد دايما. فعاداتنا جميلة ونحييها، يعني كانت بعيدة عن الوالدة وتمنيت أنه تكون قريبة لي، ولكن الحمد لله. فكل يعني حبيت نقول الإنسان هو حي مثلا، نحن كما قلت لك قبيلة نحن كمسلمين نحيا حياتنا كغيرنا من البشر، ولكن ناخذ عليها الاجر. نحيا ناكل كي الناس، هذه حلال واللحم حلال، لما نحافظ على نفسي الان الغداء من وضعش يعني ما نكونش يعني في مشكل. انا بصحه جيده او انت بصحه جيده، اللحم ما تكثريش منه. نحن مجتمعنا المغاربي كان مناسباتيا ياكل اللحم، يعني موسم وكذا وعرس والوزيعه يجيب اللحم. دوكا نحن ناكل اللحم ياسر، اللحم يولي يسبب امراض يولي الا صح. لذلك نحن لما نحافظوا عليها دوكا غدوه ما نمرضوش، ما ندموش عليها. يعني الصحه كما يقول لك اغلى ما
أغلى وش الصحة يكسب خاصة الإنسان؟ في هذا الوقت، يعني قلنا المناعة، حافظوا على مناعتكم. ودوك الإنسان اللي يمرض مثلا بالكوفيد 19 يشوف الأصحاء يقول يا محلاها الصحة، يا ربي وغير أعطيني الصحة. صح، في هذا الوباء ندعيو الناس غير اللهم يعني إن شاء الله كان ربي يرفع علينا هذا آمين الوباء والبلاء هذا، يوم نكونوا إن شاء الله منعمين في آمين صحة جيدة، منعمين بعاداتنا وبإرثنا وبتقاليدنا، ديننا. معتزين بديننا نعم وبكل هذه الشعائر هذه اللي تقربنا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله الحمد على لله نعمة هذه الشعائر الحمد الجميلة، لله الحمد لله على نعمة العبادات، الحمد لله على كل لله. هذه الروحانيات وهذه اللي نعيشوها يعني في مواسم الأعياد وفي باقي الأيام، إن شاء الله تمتد بركتها إلى باقي أيامنا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى إذا كما قلنا أستاذة، يعني أيا كانت الظروف نحتفل بالعيد هذا لأنه مناسبة للفرح، يعني وارتباطنا بالعيد، ارتباطنا بديننا، ارتباطنا بعاداتنا، تقاليدنا، أصالتنا، حتى يعني قديما كانوا يشبهوا هذاك الإنسان اللي يكون محبوب يعني بهلال العيد، من قوة أنهم مرتبطين يعني روحيا بهذاك بالعيد وبالشعائر هذيك. فكان واحد المثل في ما قبائلية شاء ربما الله تتذكره يقولوا أكيد على ربي أما يورن العيد أما يورن طيط إكت زران اك تحمل، باش نوضحوا للمشاهدين يشوفونا يقولوا ناس زمان ولا ناس اجدادنا يعني في منطقه القبائل، ربي يجعلكم مثل هلال العيد، العين اللي تشوفكم تحبكم وترتاح لكم. وتفرح وتفرح ونسال الله تعالى ان يجعلنا ممن قال آمين فيهم سيجعل لهم الرحمن ودا ان شاء الله. إن شاء اذا الله الحديث كان مشوق جدا معك نعم استاذه، الله حاولنا كذلك نستحضروا قليلا العادات هذوما والتقاليد ما شاء الله واصالتنا المتجذره فينا، وخاصة في هاد الأعياد. ربما عندك إضافة تقوليها، رسالة تقوليها، صح تحايا ولا لعائلتك؟ الله لي يبارك تفضلي. فيك. طبعا انا رسالتي اللي مقدمها لاحبتي اللي راهم يشوفوا فيها انهم يحافظوا على صحتكم، كلوا زيت الزيتون، كلوا قلوا من اللحم الايامات، يعني تحركوا، كلوا الخضر، كلوا الفواكه، طبخوا طبخ صحي، ابتعدوا عن المعلبات، ابتعدوا عن كل شيء معلب. السلطة، السلطة بكري نديروها طماطيش وسلطة وبصلة وكل دوكا لازم يديروا لها مع البيشنة، الرز والذرة وكلها تجي معلبات، يعني تجنبوها وديروا. فأنا شتيت إنه النساء تتباهى في الأكل الصحي، تتباهى. هو مثلا اغروم، لما نطبخوا اغروم خلي يزيدي فيها الساندويتش، يزيدي فيها حبه الحلاوه، يزيدي فيها كل هذه الاشياء اللي تعاولنا في صحتنا. في المناعة اي تاعنا نعم، زيت الزيتون نستعملوه كله إن شاء الله، ياسر إن شاء الله ربي يجعل هذا العيد هذا عيد فرحة وعيد صحي وعيد نحياوه، يعني ان شاء ماشي الله. بالمرض وبالتخمة هذه كما واللي احنا يقسم نقولوا، الذبيحه بالك بالك على بالك على نعم يعني خاص تجينا ناخذ حالات الاحتياطات. المستشفى الذي قلنا ارجوكم يعني يعني تفادوا قمت الذهاب الى المستشفى. وخاو الحذر تاعكم إن شاء الله ربي يرفع علينا إن الوباء. شاء الله يا رب. وربما تحيتي أنا لوالدتي العزيزة ولأهلي كلهم، إخوتي و صوت السلام، صوت الفرح العيدي، يوقني زلمتي، يوزرو القلة، قلة انتي جيت، يفرسن جعفرة، خليفة، فريق المين، بوندا، كل يعني الأماكن، أماكننا نحييهم، فمقرة، أذرار، كل أماكننا باش ما يزعفوش عليه، وشان كل منطقة جعافرة وكل ولاية بلفراريج وكل ولاية الوطن، ولاية بسكراه، الزوجين حيهم كلهم، كلهم صحايدكم، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم بالصحة والهنا. لكل الشعب الجزائري اللي راه يسمعنا اليوم نقول له صحايدك وكل عام وانت سالم وانت في صحة وعافية، والله الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يرفع علينا الوباء بعد هذا العيد ويكرمنا كما اكرم سيدنا ابراهيم إبراهيم بعد عليه السلام. صبره، ويرفع عن الوباء، وان شاء الله ربي يخلينا ناس، خلينا اثر كما خلى سيدنا ابراهيم اثر في لحد الان نحيا ما صنعت ام هاجر، نحيا صح شعائرها، وسيدنا ابراهيم كذلك نحيا شعائره، يخلينا اثر طيب في مجتمعنا، في فكونوا انشروا الحب، انشروا الايجابيه، وان شاء الله ان شاء الله ايامات الزينه جايه صح. والخير
وال وال يعني البركة. ان شاء الله يرجعوا الناس لاعمالهم، ان شاء الله إن شاء الله يا رب. يسترجعوا كل يعني ما فقدوه، ان شاء الله نفسيات الناس تكون طيبه وتكون مرتاحه، وحاولوا انه يعني ترتاحوا ارواحكم وتبتعدوا عن القلق وعن تتبع الاخبار بدقه، لانه تتبع الكثير يسبب مشاكل نفسيه، ومشاكل نفسيه تاثر على الجهاز المناعي. النفسيه محتاجه نعم في هذه الفتره هذه راحه. نعم يعني تتبع مش بالدرجه انه راهي زادت هم داروا 5 55 هم كذا فهمتوا هم كذا. اللي يصاب على فكره، اللي يصاب يعني ماذا بها يقعد في البيت، اللي إصابته خفيفة يعزلوه أهله ويقدموا له مثلا أكل صحي في هذه المرحلة، ويقدموا له الدواء ويحاولوا مثلا ما يختلطوش به، ويوضع الكمامة، الحراير، الزينات الجزائرية، الفحلات، خيطوا كمامات يعني حتى يشكيوا البعض يقول لك ما فيش كمامات وأسعارها، فخيطوها فقط إبرة وخيط، شكون اللي متعرفش تخيط؟ وكاين في كلهم عندهم فيسبوك، عندهم يشوفوا يعني الطريقة كيفاش، فيشوفوا الطريقة اللي توصموا اللي إذا يعني نذكروهم ونقولوا لهم باللي ما ننساوش الكورونا هذه، إنه عيد، إنه أيام فرح، إنها أيام فرح، ما ننساوش أكيد نتوخاو الحادة نتوخاو، لكن يعني ما ننساوهاش، يعني ما نقعدوش نتبعوا الإحصائيات هذيك، نحاولوا أننا نعيشوا العيد هدايا ونعيشوا فرحتي ونعيشوا روحانيته ونعيشوا إيه، ونتواصلوا نسلموا على بالتطبيقات الموجودة هذه اللي نسلموا على أهلنا، يعني نحاولوا أننا نديروا صلة الرحم ولو عن بعد وتحية للجميع. إن شاء الله بارك الله فيك أستاذة، شرفتينا بحضورك، شرفتينا بنصائحك القيمة. نعاود نقول لك عيدك مبارك، وكل عام أنت بألف خير، كل عام أنت منورة، وكل عام وأنت إن شاء الله تقدمي لنا هذه النصائح وتكون إن شاء الله ذخرا لهذه الأمة، وعيد مبارك لكل عائلتك الكريمة. بدوري أحيي كل المشاهدين اللي لحقوا معنا حتى لهذه اللحظة هذه، ونعاود نقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله العيد اللي جاي خير من العيد اللي راح، وإن شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتكم جميعا، ربي يتقبل منكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ربي يتقبل أضاحيكم إن شاء الله. وأحيي أيضا عائلتي التي تشاهدني، عائلة أوراري صغيرها وكبيرها لما نسحت واحد، وعائلة مناع في بجاية، أحييكم فردا فردا، كل من يشاهدنا وكل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية، نقول لكم عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا، أنت هدية من الله لنا، بعد انتظارنا لك طول السنة، فيك السرور والهنا، حمدا لك يا ربنا. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate. Celebrate, let's celebrate.